السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ انا اسف ان انا اتاخرت عليكم الاسبوع ده كله غصب عني، اتشغلت في حاجات كتير. معاكم باذن الله لحد الامتحان. انا قلت اجاوب على الاسئله اللي انتوا بتسالوها كلها اوديو مره واحده. يعني زمايلكم سالين على البيزك، اولا البيزك لايف سبورت، ايه الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان. طيب، هو عموما انا هحاول اشرح سريعا البيزك لايف سبورت. يعني نعرف، هو احنا قلنا مش هنذاكره من الكتاب، احنا هنذاكره من المذكرة اللي معاكم، تمام؟ المذكرة بتاعة العملي، مش بتاعة الكتاب، مش بتاعة الامرجنسي. يعني مثلا هو اللايف سبورت متقسم لحاجتين، متقسم لبيزك وادفانسد. البيزك لايف سبورت مقسم الاعمار بتاعه الاطفال للاطفال اقل من سنه، دول انفانت، والاطفال للسنه فما اكتر دول تشايلد. وبعدين جمله ان doing anything is better than doing nothing، دي مش مكتوبه بس دايما بتيجي في اسئله الام سي كيو. والحاجه التانيه اسمها سيف ابروتش. سيف ابروتش اللي هو معناها ان اول حاجه بنعملها ان احنا بنكلم الاسعاف، تمام؟ وان ابروتش وسكير يعني ما نضرش المريض، وفري فروم دينجر يعني المفروض ان انت ما تضرش نفسك. ثم بعد كده الايفالويشن، وبنبدا الايفالويشن بالاير واي والبريدنج والسيركيليشن. وقبل الاير واي لازم نتشيك ريسبونسيفنس الاول، يعني بحيث ان احنا نحاول نقول له ار يو اول رايت. طيب، هي الاسئله دي جت قبل كده في امتحانات نظري؟ لا، عمر الريسسيتيشن ما جه في امتحان نظري قبل كده. طب جه قبل كده في الاسئله بتاعه الشورت ايسي؟ يمكن اخر امتحان اللي انا بحله دلوقتي، وانا اسف على التاخير فيه، يعني انا حليت فيه نصه تقريبا وشغال فيه، لان موضوع الكتابه ده بياخد مني وقت طويل. فالمهم يعني في جزئيه خاصه بالحاله اللي جت فيها جاسترونترايتس، وكان فيها شوك، وكان في تريتمنت للتشوك، العيان المفروض يتعمل له ايه. يعني كان في حاجات في المانجمنت بتاعه الحاله تعتمد على فهمك وقرايتك لللايف سبورت، تمام؟ فالموضوع انا شايف ان اللايف سبورت يعني بصراحه ما فيش حاجه فيه ينفع تيجي نظري، تمام؟ كنظري نظري، لكن ممكن تيجي وسط حاله. واللي انا سمعته من زمايلكم، تمام، اللي كلموا دكتور علي، ان الاسئله هتيجي عناوين مباشر، مش هيبقى فيه كيسز. ده اللي انا فهمته. وان كان الامتحانين بتوع السنه اللي فاتت، دور اول ودور تاني، ما كانش كان فيهم كيسز، ويمكن الامتحان بتاع الدور التاني ده كان تقيل شويه، تمام، لان كان فيه كيسز كتير، كيس في النيونيت وكيس في الامرجنسي وفي الهيماتولوجي افتكر، وهكذا. فالامتحان ما كانش يعني ستريت فورورد في بعض النقاط. بس اللي انا فاهمه ان شاء الله دكتور علي هيجيب اسئله واضحه من الكتاب. طيب، عموما بعد التشيك ريسبونسيفنس المفروض بندور على، اذا كنا نعمل يعني تشيك ريسبونسيفنس، يعني ايه؟ يعني الطفل لو كان فايق خلاص انت بتحطه في حاجه اسمها ريكفري بوزيشن، لكن لو الطفل ما كانش اورايت بتحاول تفتح الاير واي. لما تفتح الاير واي قدامك حاجه من اتنين، يا اما الطفل يكون في سسبتابيلتي لنيك انجري، يا الا ما فيش في سسبتابيلتي او سسبشن للنيك انجري، انا اسف. فالسسبشن للنيك انجري انه ما جابش سيره ده في المساله او كده، خلاص يعني انت بتسسبكت ان يبقى فينك. يعني انت دخلت الاوضه لقيت واحد مغمى عليه على الارض او كده، ده انت ما تعرفش اذا كان اتخبط في الرقبه، فانت كده سسبكتنج نيك انجري. لكن لو حد انت شفته قدام عينيك وهو قاعد جنبك، وذكر السؤال او ذكر المساله زي ما خدته في العملي، فجاه وقع من او بيلعب كره قدامك وقع، لا ده ما فيش فيه اي سسبشن للنيك انجري. لو سسبكتنج نيك انجري بتفرق اذا كان انفنت من تشايلد، لان لو انفنت كل اللي بتعمله النيوترال بوزيشن وتشين ليفت، لكن التشايلد بتحطه في حاجه اسمها هيد تيلت تشين ليفت او السنيفنج بوزيشن. لو في نيك انجري بتحط بتعمله حاجه اسمها جو ثرست. ثم بعد كده بتبتدي تبص اذا كان في الطفل ده بياخد نفسه ولا لا بعد ما ظبطت الاير واي، وتعمل ده في خلال 10 ثواني. فلو لقيت، طبعا انت بتلوك لسن اند فيل، لو يعني بتشوف الطفل بياخد نفسه ولا لا، فلو بياخد نفسه بتحطه في ريكفري بوزيشن. لو ما بياخدش نفسه بتحاول تريموف اي فورين بودي من بقه واضح. لو ما لقيتش فورين بودي بتبتدي بعد كده تعمل له حاجه اسمها ريسكيو بريدنج، يعني ان انت تحط بقه على بقه، يعني تحط يعني ماوث تو ماوث،
لو الطفل كان فوق السنة، او ماوس تو ماوث اند نوز لو الطفل كان تحت السنة. طبعا لو ماوس تو ماوس لازم تقفل مناخيره، وبعد كده بتبتدي تاخد نفس وتديله هكذا 5 مرات عشان تدي على الاقل تو افكتيف بريثز، ثم بعد كده بتبص على صدره وهو طالع نازل عشان تشوف اذا كان النفس اللي انت بتديهوله افيشنت ولا لا. السيركيليشن برضو بتاسس في خلال 10 ثواني زي البريدنج. لو الطفل ده الكلام ده بتخش على السيركيليشن، لو اوريدي الطفل ما كانش بياخد نفس، لان الطفل لو بياخد نفس كويس انت ما بتبصش على السيركيليشن، لكن لو الطفل ما بياخدش نفس بتبدا تاسس السيركيليشن عن طريق الموفمنت، بتحرك ولا ما في حركه ولا لا، ساينز اوف لايف، وبتبص على البلس. فلو الطفل صغير اقل من سنه بتبص على البريكال ارتري بلسيشن، لكن لو الطفل فوق السنه، سنه فما اكتر، بتحط ايدك على الكاروتيد بلسيشن. طيب بعد كده في لو لقيت البلس مش موجود او ضعيف قوي، بتبتدي تعمل حاجه اسمها تشيست كومبريشن، وده اللي كان موجود في المساله اللي بقول لكم عليها بتاعه الامتحان، ودي هحلها ان شاء الله. هحاول النهارده باذن الله اخلصه، خلص الامتحان وارفعه، ما كانش يبقى بكره الصبح بالكتير. طيب الطفل ما البلس بتاعه ضعيف، ابتدي اعمل تشيست كومبريشن مع الريسكيو بريدنج، الاثنين مع بعض، تمام. وهنا بقى الفرق في المعدل، يعني معدل التشيست كومبريشن. طبعا احنا ضغطه التشيست كومبريشن بتبقى على اللور هاف اوف ذا ستيرنم بعيدا عن الزيفويد بروسيس، وبتضغط التشيست مقام التلت، ومعدل ضغطتك 100 بير مينت، ما بيوصلوش كلهم لان انت بتانتربوز كده في النص بريسكيو بريدنج. معدل ضغطتك قد ريلاكسيشن. طيب السؤال بقى، لو انتوا اتنين شغالين بتبدلوا كل دقيقتين، اللي بيعمل تشيست كومبريشن يبدل مع الشخص التاني كل دقيقتين عشان ما يتعبش، فكره ان انا بدي قد ايه كومبريشن لفنتيليشن ريشيو بتبقى ايه لايه الاطفال اللي هم نيو بورن؟ طبعا احنا عارفين 3 لواحد ده موجود في النيونيت، مش محتاجين نكتبها هنا، لكن في الانفنتس والتشيلدرن بيختلف اذا كان 1 ريسكيور عن 2 ريسكيور، تمام. يعني احنا بس ممكن نضيف الجمله دي، وانا اضفتها في الورق اللي انا كنت حاطه، يعني هو لو 1 ريسكيور بيشتغل 30 ل 2، لكن لو 2 ريسكيور بيشتغل 15 الى 2. طيب التشيست كومبريشن بضغط فين؟ في النيونيت زيهم زي الاقل من سنه، دول بيضغط 1 فينجر تحت الانتر نيبل لاين. بتضغط بايه؟ بتضغط بالفينجر، 2 فينجرز، او بالانسيركلينج تكنيك اللي هي الثام تكنيك. طب بتضغط فين بقى في الكبار شويه؟ سمول تشيلدرن اقل من سنه بتضغط يعني 1 فينجر بريث ابوف ذا زيف سترنم، لكن لو لارج 2 فينجرز ابوف ذا زيف سترنم. السمول تشيلدرن اقل من سنه بتضغط بايد واحده، اللارج تشيلدرن اللي هم يعني انا اقصد سمول تشيلدرن من سنه ل 8، يعني لارج تشيلدرن فوق ال 8، ودي مش مكتوبه، نضغط بايدينا الاثنين فوق بعض. وان كان الجديد ان انا ما تفرقش معايا اذا كنت اضغط بايد واحده او بالايدتين مع بعض، ازاي؟ حسب ما الريسكور يبقى عايز، لو انا اقدر اضغط بايد واحده خلاص اضغط بايديها الاثنين، مفيش مشكله. لحد كده انا مش شايف بصراحه يعني الكلام ينفع يجي نظري، ولا حتى الكلام اللي موجود في ريساسيتيشن في الكتاب، مفيش فيه عناوين كده ويكتب عليها كلام. ماذا والا زي ما قلت انها لو جت حاله ومحتاج ان انا اتصرف. طيب اكونتينيو ريساسيتيشن لحد امتى؟ لحد ما العيان يفوق، لحد ما الاسعاف توصل، لحد ما انا اتعب وهكذا. والجمله الشهيره اللي هو يعني امتى اعمل ريساسيتيشن مباشره لما اشوف واحد، وامتى اكلم الاسعاف تيجي؟ لو الكولابس حصل جنبك وانت شاهدت ده بعينيك، يعني حد قاعد جنبك كده وفجأة وقع، كلم الاسعاف عشان يجي يعمل، لو هيجي بسرعة عشان يعمل حاجة اسمها كارديوفيرجن، يعني اللي هو الصدمات الكهربية، تمام. لان ممكن كتير بيكون الصادم كولابس ده بسبب اريزميا، ويكون عنده فنتريكولار فايبريليشن ومحتاج يتعمل له دي سي، بينما اللي انت دخلت عليه الأوضة ولقيته ما تعرفش حصل له ده امتى، لا ده تشتغل الأول دقيقة كارديو بالمونري ريسسيتيشن، وبعد كده تتكلم الاسعاف في خلال 10 ثواني وترجع له تاني. ريكفري بوزيشن ما اعتقدش الكلام اللي تحته ده يجي اسئله ولا حاجه، حتى ولو كان مكتوب نقط، ده مجرد ان انت بتحطه في اللاترال بوزيشن وبتحاول يعني الوضع ده ما يخليهوش في ضغط على صدره، وبتظبط البوزيشن، وده بيخلي الاير واي اكسسبل وابزرفد، وبتحاول تسنده بحاجه من ظهره عشان ما يتقلبش وهكذا. التلخيص بتاعها مش محتاج حاجه. فورين بودي انتو يعني مش معقول برضو يجي سؤال يقول لك ايه هي كرايتيريا بتاعت الافكتيف وكرايتيريا بتاع الانفكتيف. وان كان الفورين بودي اسبريشن يعني انت بتشك فيه امتى؟ لو انت شفت الطفل تمام قدام عينيك بيشرق، او هو فجاه دخلت عليه لقيته بيكح وشرقان، او لقيته كان كويس وبعدين فجاه حصل له كولابس، ثم اخيرا
لو شاهدته من شوية كان ماسك حاجة بيحطها في بقه، وبعدين جالك بعد شوية بكح جامد أو كولابست بعدها بدقيقة، فبتشك إن ممكن يكون فورمالدي. لو لقيت الطفل بيتكلم كويس وبيعيط بعد الفورين بودي اسبريشن ده، وكحته عالية وعارف ياخد نفسه ما بين الكحة والتانية وفايق، خلاص دي تبقى افكتيف كف. أي حاجة من دول تتلخبط زي إنه مش عارف يتكلم، أو الكف بقت ضعيفة، أو بدأ يزرق، أو بدأ يغمى عليه مش عارف ياخد نفسه، دي اسمها ineffective كف. لو effective بتسيبه يكح عادي، لو ineffective بيفرق إذا كان conscious من unconscious. وهنا في شوية يعني تغييرات في الجدول الجديد اللي أنا حاطه بتاع النيو guidelines، محطوط عندكم جدول في الورق، حتى في الورق الجديد بيقول احنا كنا حاطين هنا صورة في الاخر الفرق فيها، بس عشان ما البخكوش الفرق فيها بيبقى موجود في الايه، في الطرق بتاعت ازاي بتخرج الفورين بودي. وان كان كلهم بيتفقوا ان في حاجة اسمها الشيست ثرست، تمام، كلهم حاليا بنعمل لهم شيست ثرست، اما الكبار شوية فبنعمل لهم ابدومينال ثرست، تمام. الصورة طيب خليها شوية. ده الجدول بتاع النيو جايد لاينز، معلش دقيقة. بصوا يا شباب، دلوقتي بالنسبة للكونشوس والانكونشوس، النيو جايد لاينز بتقول لو الطفل كونشوس تمام بعمل له حاجة اسمها 5 باك بلوز، وبعدين اعمل 5 ابدومينال ثراستس، ده في التشايلد تمام. طيب لو هو انفنت مش بعمل باك بلوز، خلاص بعمل شيست كومبريشنز. المقصود بالفايف تشيست كومبريشنز المكتوبه في الجدول بتاع نيو جايد لاينز ده اللي هي التشيست ثراست، مش التشيست كومبريشنز اللي هي الكارديو بالمونري ريسسيتيشن، الكاردياك مساج يعني، لا، فايف تشيست كومبريشنز دي المقصود بيها اللي هي التشيست ثراست اللي احنا بنعملها. وبعد كده لوك ليسن اند فيل، وبعد كده دي تو بريثز، اوكي. فبالتالي اول خطوه بتتعمل لو حصل تشوكينج، تمام، لو هو الطفل كونشوس بعمل 5 باك بلوز، ولو كبير بعمل له 5 ابدومينال ثراست. طب لو صغير بعد ال 5 باك بلوز تشيست كومبريشن. طب لو هو انكونشوس، لو هو انكونشوس كلهم بنعمل لهم 5 تشيست ايه، 5 تشيست كومبريشن، سواء ادلت او تشايلد او انفنت، لان الكلام كان مختلف قبل كده، تمام. طيب دي الحاجه الوحيده اللي مختلفه في النيو جايد لاينز دي، والجمله اللي فاتت بتاع لو 1 ريسكيور او 2 ريسكيور، الحاجات اللي تهمكم. الادفانسد لايف سبورت الجمله بتاعت الادرينالين قد الجرعه قد ايه، 10 مايكرو جرام بير كي جي، دي مهمه وبديها كل 3 دقائق. بعد كده لو احتجت الميثودز بتاعت الاير واي، السايز بتاع الاندوتراكيال تيوب عشان لو في جت جمله في كيس، تمام، السايز اوف ذا تيوب، الايدج على 4 زائد 4، دي الحاجات المهمه. ما اعتقدش بقى لا الانديكيشنز ولا الكونترا انديكيشنز اوف ريسسيتيشن ولا ديورنج سي بي ار. انا بصراحه من الكلام اللي انا قلته لكم ده ما اعتقدش ان الريسسيتيشن يجي سؤال عنوان من يعني سؤال، ولكن زي ما قلت لكم يجي كيس. طيب نيجي للجزء الثاني اللي زمايلكم سالوا عليه بتاع حساب الارتفيشال فيدنج، ازاي بحسب رضعه، وايه المعادلات اللي علينا. حد لسه سائل على الجروب ايه المعادلات اللي علينا، يعني احنا مش علينا معادلات بمعنى معادلات، ولكن ارقام الجروث كلها مهمه، ارقام الديفلوبمنت كلها مهمه، يعني لو في معادله بتاعت الوزن والطول والحاجات دي مهمه، ابقى عارف الفيلير تو ثرايف معناها ايه. هي مش في المذكره، بس الفيلير تو ثرايف ان التعريف بتاع الفيلير تو ثرايف اللي جه في الامتحان قبل كده ده معناه ان طفل يعني نموه اقل من الثيرد او الفيفث برسنتايل، ابقى عارف ان الوزن متاثر اكتر، الطول نص نص، الهيد سيركمفرنس مش ما بيتاثرش في الفيلير تو ثرايف، وهكذا. اي معلومات تانية في الجروث يعني حتى لو اتقالت في محاضرات، يعني الجزء اللي حد من زمايلكم حطه يعني لدكتور مجد ابو الخير، هو دكتور مجد ابو الخير شرح محاضره في الجروث والديفلوبمنت، ولكن هي مش بصراحه مش بالاهميه
قوي، او ما اعتقدش انها من الحاجات المهمه. زي ايه مثلا؟ زي الاربع باترنز اوف جروث. مش مهم الارقام بتاعته، يعني انا عارف الفيزيكال جروث بيبقى كله كونتينيوس عادي، لكن النيورال جروث بيبقى زياده قوي في اول سنه وبعد كده بيبدا يقل شويه. الجينيتال جروث بيبقى تقريبا مش موجود، قليل ضعيف، بعدين عند البيوبرتي بيبتدي يزيد. يمكن الليمفاتيك جروث هو الحاجه الوحيده اللي بتبقى زايده قوي حتى اكتر من الادلتس، وبعد كده بترجع للادلت ليفل ذاكر. ده صعب يجي يعني اسئله نظري، لكن اللي ممكن يجي سؤال نظري زي ما قلت لكم هو التعريف بتاع الفيلير تو ثرايف. الحساب بتاع الرضاعه بقى دلوقتي، احنا بنقول ان في 3 طرق لحساب الرضاعه، واحنا كاتبين ده في ال5 ورقات الزياده. هو الانفانت فيدنج زي ما قلت هم اللي علينا فيهم لحد الويننج، وفي ورقتين نيوتريشن ريكويرمنتس انا حاططهم من النيوتريشن على الانفانت فيدنج. الورقتين بتوع الورق بقى اللي بعد كده، اللي بعد ورقتين النيوتريشن، لا دول مش يعني، او بعد الويننج وكده، دول مش معانا في الانفانت فيدنج. دي زيادات انا واخدها من كتاب دكتور هانم القديم، وزمايلكم زي ما قلت يعني قالوا ان دكتور سمير قالها في المحاضره. انا رايي ان طالما دي اتقالت بس في المحاضره، ما هياش في المذكره، فمش لازم نقراها. لكن الجزء الوحيد اللي يبقى مهم عشان حتى في الشفوي بالذات، تمام، الجزء بتاع حساب الرضعه ده. وان كان انا رايي بصراحه يعني من اللي انا شفته في اسئله النيوتريشن والانفانت فيدنج، صعب يجي حاجة فيها حساب لرضعات في الامتحان بتاع اللي جاي ده، تمام. ممكن بقى السؤال ام سي كيو ولا حاجة مش اكتر، لكن يجي سؤال نظري صعب. وان كان هقوله برضو ان ازاي نحسب رضعة، في 3 طرق، طريقة اسمها طريقة السن، تمام، الايج ميثود، وطريقة تانية اسمها الويت ميثود، وطريقة تالتة اسمها الكالوريك ميثود. طريقة الايدج ميثود سهلة سهلة، اللي هي طريقة الرول اوف 10. يعني ايه رول اوف 10؟ يعني الطفل المفروض انه بياخد اول ما بيتولد في اول يوم 10 مللي في الرضاعه، بغض النظر عن الوزن بقى، لان هي طريقه بتعتمد على السن، ملهاش دعوه بالوزن خالص. الطريقه دي زي ما بقول البيبي، كل الاطفال بياخدوا كلهم على بعض كده، زي ما قلت لكم الايه، ال 10 مللي في الرضاعه، تمام. بعد كده ببتدي ازود 10 مللي كل يوم في الاسبوع الاولاني، يعني تاني يوم ياخد 20 3 30 لحد 77، يبقى كده خد في اخر الاسبوع 70. وابتدي ازود بعد كده بقى، مش كل يوم، ازود كل اسبوع 10، يبقى مثلا عند الاسبوع التاني يبقى 80، الاسبوع التالت 90، الاسبوع الرابع 100، يبقى كده بعد في نهاية الاسبوع الرابع خد 100. اول ما يتم شهر اديله 110 عشان ابتدي ازود بقى 10 كل شهر. الشهر التاني 120، الشهر التالت، يبقى انا في اول اسبوع زودت كل يوم 10، في اول شهر زودت كل اسبوع 10 مش كل يوم بقى، في اول سنه زودت كل شهر 10. دي اسمها رول اوف 10، ودي اسهل طريقه للحساب. الطريقه التانيه طريقه الوزن. ازاي طريقه الوزن؟ يعني المفروض ان انا بحسب كميه الرضع او كميه اللبن في الرضعه الواحده، وزن الطفل في 20 زائد 20، يعني لو الوزن 5، 5 في 20 ب 100، يبقى 120 حسب وزنه. وفي طريقة تانية اللي هي ان انا اشوف الكمية اللي بياخدها على مدار اليوم بتساوي وزن الطفل في 150. بس المفروض الطريقة دي ببتدي اقسم الكمية بتاعت اليوم كلها على عدد الرضعات عشان يديني رضعة لوحده، ودي هرجع لها بعد شوية. ايه بقى الكالوريك ميثود؟ الكالوريك ميثود هي ادق طريقة لحساب الرضعة، ودي في الغالب بتعتمد على يعني ان انا اكون حافظ الطفل اصلا المفروض ياخد كل يوم كالوري قد ايه. فهو المفروض ياخد من 100 ل 110 كالوري في المسألة دي، وما حاططها 110 اللي انا حاططها في الورق، وانا عايزكم تعبروا عن الرقم ده، يعني قولوا 110 لو طلب، يعني ان انا رأيي ان شاء الله مش هيطلب. 110 كالوري بير كي جي. فلو الطفل مثلا في المسألة اللي انا مديها دي 6، اذا اول حاجة بحسبها توتال كالوريك نيد باي داي، يبقى 6 في 110 660، يبقى الطفل ده محتاج 660 كالوري كل يوم، تمام. وبطريقة المقص إذا كنت عارف إن اللبن الميت ملي فيهم 67 كالوري، يبقى الكام ملي فيهم 660، فبضرب 660 في 100 على 67، هيديني الإيه؟ كمية اللبن في اليوم كله، تطلع مثلا زي ما هو في المثال 990 بير داي. أقوم جايب بقى الكمية دي كلها وأقسمها على عدد الرضعات في اليوم. طب هو الطفل المفروض يرضع كام مرة في اليوم؟ إحنا قلنا في أول 4 شهور متوسط الرضعات 6، وإذا جاب مسألة، مع إن أنا مش منتظر إن شاء الله حاجة زي كده ناتج، بس إذا جاب هيجيب غالبًا في أول 6 شهور، فهنقول البيبي في أول 4 شهور
قول في المتوسط 6 رضعات، بقسم على عدد 6 زي ما هو مكتوب عندك كده. لكن لو البيبي مثلا 6 شهور هيبقوا 5 رضعات، بتقل مثلا ل9 شهور 4 رضعات، 10 شهور لسنة هم رضعتين ولا حاجة وخلاص في اليوم. يعني لأن المفروض إن كمية الأكل بتزيد، يعني بعد الشهر الرابع المفروض أزود وجبة، السادس وجبتين وهكذا، فالوجبات بتزيد وعدد الرضعات بتقل. عشان كده احتياج أو يعني عدد الرضعات لو كان 6 في أول 4 شهور يبقى مثلا 5 في الشهر السادس، يبقوا 4 في الشهر التاسع، 3 لـ2 كده في الشهر العاشر لحد سن سنة. مش عايز اطول في الجزئيه دي، انا عارف انا طولت قوي، ونعرف ان الوقت ده وقت مراجعه بالنسبه لكم، مش عايزين حاجات جديده. في حد برضو طلب مني الحاجات الجديده اللي انت منزلها في النيورو، انا ما قلتش حاجات في النيورو اكتر من اسباب بس المايكرو كيفالي عشان يتقالت في المحاضره، تعريف الميجالين كيفالي تمام، وسلايد واحده عن الداندي ووكر. داندي ووكر مش موضوع بالاهميه عشان بس جه سؤال ام سي كيو، لكن تايب 1 وتايب 2 اللي انا قلتهم في الهيدروكيفلس يمكن هما المقصود بيهم اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف، يعني او هو النون كوميونيكيتنج والكوميونيكيتنج. انا مش عايز انسى. ايه معادلات تانية علينا؟ معادلات يعني مثلا انا قلت البريست فيدنج، مع ان دي مش معادله وما اعتقدش انها تيجي في الامتحان. الدي هايدريشن ما اعتقدش انه يجي برضو سؤال احسب كميات المحاليل ولا حتى في الدي كي اي. في معادلات للاوزمولاريتي والكوركتد سيرام صوديوم، بس انا شايف يعني الموضوع يعني ما يجيش بالصعوبه دي. ما حصلش قبل كده عندنا ان جبنا مساله في الدي كي اي واقول لك وديك صوديوم واقول لك احسب لي واوديك مثلا، عمرها ما حصلت في اي سنه من السنين ان انا جبت مثلا طفل. يمكن الحاجه الوحيده اللي بصراحه اللي جت صعبه شويه في الدور التاني اللي فات ده هو ان كان اعتقد دكتور مجدي اللي كان حاطط السؤال ده، انه كان اكدب الخير بيتهيألي كان مدي طفل، انا كنت بحل لسه الاسئله دلوقتي حالا، السؤال ده تحديدا كنت بحله لكم في النموذج، مدي طفل سنه 7 سنين وزنه مش عارف 20 كيلو او حاجه زي كده، وكاتب بيقول ازاي اعمل له البرايمري بريفنشن بتاع روماتيك فيفر والسكندري بريفنشن وبريفنشن للانفكتيف اندوكاردايتس كده. ده سؤال صعب انا هحله واحطه فيه، بس انا يعني يمكن دي الحاجه الوحيده اللي كان فيها مش هنقول معادله بس يعني كان معتمد على ان الدوز بتاعت الدواء. طب هو العيان عنده الرجي للبنسلين، طب المفروض ايه الحاجه اللي بعد البنسلين اديها له؟ هكتب لكم انا السؤال ده ان شاء الله واحله. انا عارف انا اتاخرت بس انا هحله لكم ان شاء الله، انتوا بس راجعوا والحل باذن الله، مش يعني هتبصوا عليه مش هياخد منكم وقت باذن الله. طيب هل في معادلات حاجه تانية؟ انا قلت لكم بقى حته الدي كي اي دي صعب تيجي، برضو حاجات الديهايدريشن والديفيسيت بتاع الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي برضو صعب يجي، البريست فيدنج او انا اسف الارتفيشال فيدنج والرضعات وكده برضو صعب. اهتموا قوي بالديفينيشنز لان الديفينيشنز عندنا مهمه في كل حاجه، يعني الناس بتسال طب هو كل حاجه دلوقتي مهمه؟ في برانشز مش عليها درجات كتير مثلا زي الجي اي تي زي النفرو، الحاجات دي عليها 5 درجات و6 درجات. انا رايي ان هم يتقروا من الملخصات دلوقتي، اللي ما لحقش يقراهم تمام يذاكروا او يبص عليهم من الملخصات ويهتم اكتر مع يعني حاجه بصراحه هي الديفينيشن. يا ريت لو في حد يعني عايز نشرح حاجه عشان ما اطولش عليكم. انا ناوي باذن الله بكره يعني بالليل كده نمسك البرانشز كلها تمام، برانش برانش، وهقول لكم ايه المهم اللي فيه، ايه اللي المفروض دلوقتي يتقرا فيه. وعايزكم على الاوديو ده اللي سمعني يعني اكتبوا لو عايزيني حاجه اقولها اشرحها، او لو عايزين توضيح لاي حاجه خلوها على البوست ده يا ريت. وهكتب انا عليه من فوق كده ان ده بتاع اللايف سبورت وبتاع الكالكوليشن اوف اماونت اوف ارتفيشال فيدنج، ولو محتاجين عليه اسئله هكتب عليه كده ان شاء الله. ربنا معاكم وتصبحوا على خير.